مساء الخير، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. انا معاكم شريف صبري من شركه نيو ستارت للتسويق العقاري. بما اننا الفتره دي فتره السيزون والناس كلها في الساحل، احنا هنتكلم الفتره الجايه على المشاريع اللي موجوده في الساحل. والنهارده هنتكلم عن يعتبر على اكبر مشروع او من احسن المشاريع المتاحه دلوقتي في الساحل الشمالي، وهو هايد بارك الساحل الشمالي. كملوا معانا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم مننا كل جديد. طبعا اول حاجه هنتكلم عليها هي السي في. مين هايد بارك؟ هو هايد بارك هي هيئه المجتمعات العمرانيه وبنك الاسكان والتعمير والبنك العقاري العربي. فاحنا بنتكلم يعتبر دول اقوى هيئات حكوميه موجوده، دول اللي عاملين شركه سي تي اللي هي عاملين العالمين، وعاملين كومباوند هايد بارك في التجمع الخامس في الجولدن سكوير، وعاملين كومباوند تاوني ده في اكتوبر، وكومباوند الساحل هو سي شوري. طيب ده الميزه في ايه؟ ان انت بتتعامل مع هيئات حكوميه، او ده طبعا انت بيسهل عليك التراخيص مثلا في الاراضي، بيسهل عليك ان انت هم زي ما بنقول ما بيعطلوش على فلوس، لانه في الاساس هو بنك، فما بيبقاش محتاج فلوس من العميل، فده هيؤدي بعد كده ان هو ما بيتاخرش خالص في الاستلامات. طبعا هايد بارك جولدن سكوير هو من اعلى الكومباوندز ومتسمى الكومباوند الملكي، عايش بالكامل، خدمات موجوده، مرافق داخله لحد الغاز الطبيعي. نفس الكلام كومباوند تاوني، هو الانشاءات فيه سريعه جدا عشان يسلم في الجدول الزمني بتاعه. سيشوري او الساحل الشمالي ده برضو احدث المشاريع بتاعه هايد بارك المتاحه في الساحل. طيب ده بالنسبه للسي في وسابقه الاعمال، وممكن اغلبيتنا عارفين كومباوند هايد بارك اللي في الجولدن سكوير واكيد زرناه قبل كده. نتكلم دلوقتي على مشروع سيشوري اللي هو في راس الحكمه. طب هم لما بيختاروا قطع الاراضي بيهتموا قوي بفكره ان هو الكوميونتي او المكان اللي يختاروا فيه الارض، زي ما خدوا في منطقه الجولدن سكوير في التجمع، هو يعتبر بيعيد نفس الفكره في راس الحكمه، لان هي المنطقه كلها كومباوندز وكلها شركات كبيره، ما بين بالم هيلز، حسن علام، انرشيا، ماونتن فيو، وطبعا هايد بارك، واكتر من شركه في الجزء بتاع راس الحكمه اللي احنا بنسميه دلوقتي الجولدن سكوير بتاع الساحل. ليه؟ عشان زي ما قلنا ان هو ليه شركات كبيره، كوميونتي مختلف شويه عن الساحل مثلا القديم، الجزء من بعد العالمين، كلها كومباوندز كبيره. هنتكلم بالتفصيل دلوقتي عن المشروع كنفسه. هو في الكيلو 207، بنتكلم في حوالي ان هو بينه وبين مدينه العالمين حوالي 100 كيلو، يعني ساعه. لو احنا طبعا بنروح من القاهره، هو احنا بنروح من طريق الفوكه، هو بعد قبل نزله الفوكه بحوالي 4 كيلو، يعني بنتكلم في 5 دقائق تبقى في المشروع من نزله الفوكه. لو رايح من طريق الضبعه، هو بنتكلم في حوالي 50 كيلو او 57 كيلو بالظبط، فبنتكلم في حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع تبقى في المشروع. فده الاكسسبيليتي بتاعت الطرق بتاعت المشروع. المشروع هو على 240 فدان متقسم، طبعا نسبه بنائيه هي 18% بس، والباقي متوزع ما بين اللاجون واللاندسكيب وحمامات السباحه والخدمات. هنتكلم ان المشروع كمان الميزه في الحته دي او في قريه راس الحكمه ان هي على مصاطب عند ارتفاعات المشروع، من ارتفاع من اول زيرو ليفل لحد 32 متر مصاطب. ده ساعد في ايه؟ ده ساعد ان اغلبيه الوحدات سي فيو، غير ان الوحدات اللي مش سي فيو هم معوضينها بفكره اللاجون وحمامات السباحه. فده الميزه ان انت على مصاطب، النسبه بنائيه قليله، فاوريدي كمان هيكون الكابستي جوه المشروع قليل جدا. نتكلم دلوقتي على نظام المباني في المشروع. هو متقسم ما بين الشاليهات الارضي والدورين النظام العادي، وعندهم شاليهات برضو ارضي وجاردن واول بروف، وفي التايبس بتاعت الفيلل كلها ما بين تاون وتوين وستاند الون. فالفرايتي كلها متاحه للعميل اللي بيدور ايا كان الريكوست بتاعك هتلاقيه في المشروع. هنتكلم شويه على الفاسيلتيز، هو او نتكلم لسه نقطه في التصميم. طول المشروع او طول الشط بتاع المشروع هو 550 متر، وعمق المشروع هو كيلو 700. دلوقتي التراخيص عشان تطلع في الساحل انت بتاخد يعتبر 3 اضعاف او من 1 ل 3 عرض البيتش بتاعك، بس زي ما قلت اللي احنا مش بانيين على نسبه كبيره، فده مش هتحس ان في كابستي على الشط، غير ان في 30 حمام سباحه متوزعين على المشروع. الميزه كمان ان هم عاملين 3 بوابات للمشروع، فده مش هيخلي ان في انتظار كبير، لان طبعا احنا بنواجه الازمه دي كتير في الساحل،
في الدخول للمشاريع، لا هم عاملين 3 بوابات، فده عشان ما يبقاش في اي ضغط على بوابه او ان الناس تنتظر عشان تخش المشروع. طبعا من على اول المشروع هيبقى الستريب مول، ده اللي هيخدم الطريق وهيخدم الكومباوندز، ده اللي هنلاقي فيه كل الاحتياجات ما بين سوبر ماركت، صيدليه، مطاعم وكافيهات. هنخش شويه في المشروع. طبعا فكره الليفلز، فانت من اول ما بتخش المشروع بتشايف السي فيو، كمان ان انت عندك اكتر من 30 حمام سباحه، ده متوزع على المشروع، ده عشان ما يبقاش في كابستي على حمام سباحه واحد او ان يكون في كابستي على الشط. كمان عندنا هيبقى 2 كلاب هاوس، واحد هيبقى على البيتش وواحد هيبقى في نص المشروع، ده اللي هيبقى فيه مثلا الجيم، هيبقى فيه قعدات، هيبقى فيه كافيهات طبعا ومطاعم على البحر على طول. فالفكرة ان هو حتى الحاجات اللي مش شايفة بحر هي شايفة يا اما لاجون يا اما حمامات السباحة، فده الميزة ان انت على مصاطب النسبة بنائية قليلة، فاوريدي كمان هيكون الكابستي جوه المشروع قليل جدا. هنتكلم دلوقتي على نظام المباني في المشروع. هو متقسم ما بين الشاليهات الارضي والدورين النظام العادي، وعندهم شاليهات برضو ارضي وجاردن واول بروف، وفي التايبس بتاعت الفيلل كلها ما بين تاون وتوين وستاندالون، فالفرايتي كلها متاحه للعميل اللي بيدور ايا كان الريكوست بتاعك هتلاقيه في المشروع. هنتكلم شويه على الفاسيلتيز، هو او نتكلم لسه نقطه في التصميم. طول المشروع او طول الشط بتاع المشروع هو 550 متر، وعمق المشروع هو 700 كيلو. دلوقتي التراخيص عشان تطلع في الساحل انت بتاخد يعتبر 3 اضعاف او من 1 ل3 عرض البيتش بتاعك، بس زي ما قلت اللي احنا مش بانيين على نسبة كبيرة، فده مش هتحس ان في كابستي على الشط غير ان في 30 حمام سباحة متوزعين على المشروع. الميزة كمان ان هم عاملين 3 بوابات للمشروع، فده مش هيخلي ان في انتظار كبير، لان طبعا احنا بنواجه الازمة دي كتير في الساحل في الدخول للمشاريع. لا هم عاملين 3 بوابات، فده عشان ما يبقاش في اي ضغط على بوابه او ان الناس تنتظر عشان تخش المشروع. طبعا من على اول المشروع هيبقى الستريب مول، ده اللي هيخدم الطريق وهيخدم الكومباوندز، ده اللي هنلاقي فيه كل الاحتياجات ما بين سوبر ماركت، صيدليه، مطاعم وكافيهات. هنخش شويه في المشروع. طبعا فكره الليفلز، فانت من اول ما بتخش المشروع بتشايف السي فيو، كمان ان انت عندك اكتر من 30 حمام سباحه، ده متوزع على المشروع، ده عشان ما يبقاش في كابستي على حمام سباحه واحد او ان يكون في كابستي على الشط. كمان عندنا هيبقى 2 كلاب هاوس، واحد هيبقى على البيتش وواحد هيبقى في نص المشروع، ده اللي هيبقى فيه مثلا الجيم، هيبقى فيه قعدات، هيبقى فيه كافيهات طبعا ومطاعم على البحر على طول. كمان مناطق الكيدز اريا المتوزعه في المشروع بشكل كويس جدا، عشان لو احنا معانا اطفال يبقى في الاكتيفيتي بتاعتهم في المشروع. ده بشكل مبسط الخدمات، الخدمات بتاعت المشروع او المشروع هو مش فيه، هو مش مليه خدمات، هو عامل الاحتياجات او اللي انت تروح تبقى مبسوط. الوحده بتاعتك تبقى سي فيو، او ان انت قدامك البول عشان الاطفال، عندك مناطق الكيدز اريا، هيكون كمان في اوتيل وهيبقى فيه وحدات سيرفيس ابارتمنت. الاوتيل ده تقدر تستفيد منه من روم سيرفيس، هاوس كيبنج، عايز حد ينظم لك الحفله لو انت عندك حفله مثلا في الشاليه بتاعك تقدر تستفيد من خدمات الاوتيل. هنتكلم دلوقتي على المساحات والاسعار. زي ما قلنا في بدايه الفيديو اللي احنا عندنا الفرايتي كلها في التايبس اللي العميل كلها محتاجها، ما بين اول غرفتين 124 متر، دي بتبقى غرفتين، غرفه ماستر وحمام لباقي الشاليه وامريكان كيتشن وريسبشن. بعد كده عندنا 3 غرف من اول 133 متر، دي بتبقى 3 غرف و2 حمام، وفي التايب الجديد اللي هو الارضي بالجاردن ده 185 متر، والاول بروف او البنت هاوس ده بيكون 225 متر، ده بيكون عباره عن 4 غرف. التايبس بتاعت الفيلل هي التاون هاوس من اول 175 متر، التوين هاوس 188 متر، الستاند الون فيلا بتستارت من 224 متر اب تو بقى 260، وفيها فيلل مساحات كبيره بتبقى بالريكوست. بنتكلم ستارت برايس بالنسبه للشاليهات من اول 3 مليون 300، بالنسبه للفيلل هي بتستارت من افريج 6 مليون 6 مليون، ببيمنت بلان حلوه قوي، هي 10% مقدم وتقسيط لحد 8 سنين. طبعا اليونتس كلها بتسلم متشطبه. ده بالنسبه للوحدات المتاحه في هايد بارك. وكده وصلنا لنهايه الفيديو، يا ريت اكون فدتكم. حابين تستفسروا عن اي حاجه في الساحل او مشروع هايد بارك الجديد في الساحل، كلمونا على الارقام اللي هتظهر لكم دلوقتي على الشاشه. كان معاكم شريف صبري من شركه نيو ستارت للتسويق العقاري.